اهلا وسهلا بيكم، معاكم أميرة صادق من قناة بيزنس دريم. النهارده هنتكلم معاكم عن طرق تنمية الذكاء عند الأطفال. يعني ايه ذكاء؟ هو عبارة عن القدرة على التفكير السليم والتخيل، وازاي نقدر نتكيف مع ظروف المجتمع اللي حوالينا، وكمان نتعلم ازاي نقدر نندمج مع غيرنا. اهم حاجة في تنمية الذكاء عند الأطفال هي اللغة والحديث، بمعنى عشان يكون طفلك ذكي لازم اتكلم معاه بشكل مستمر، وبكده هطور مهاراته اللغوية. ولازم علينا نتكلم مع اطفالنا كتير وكأنه شخص كبير، وطبعا لازم نستخدم مصطلحات صحيحة وكتيرة مهما كان عمره. عندنا هي تحدي الذاكرة، عشان تقدر تبني ذاكرة طفلك لفظي وبصري لازم نطلب من الطفل بعد لما يشوف فيلم كرتون او قصة يحكيها لنا بطريقته الخاصة. ثالثا، استخدام الأرقام، بمعنى لازم ندخل الأعداد والأرقام وإحنا بنتكلم مع أطفالنا، لأن ده هيساعد أطفالنا على قياس الأشكال بالعقل. فمثلا لما يقول أحد الآباء إن عنده 3 دفاتر أو بعد 10 دقايق هنمشي. رابعا، حل المشاكل، بمعنى إن لازم نخلي الطفل يشارك برأيه في حل مشكلة تخصه. فمثلا إذا بعدت الكرة عنه لازم أدي للطفل فرصة إن يجيبها بنفسه. خامسا، القراءة الجماعية، لما نيجي نقرأ قصة أو كتاب لازم ما نسمحش للطفل إن يتفرج على الصور بس، لازم يعرف شكل الكلمة المرتبطة بالصورة. سادس حاجة وأخيرا، ممارسة الأنشطة، لازم نشجع أطفالنا على ممارسة الأنشطة الرياضية والأعمال اللي بتحفز الطفل على الشعور بالحب، والأنشطة المرتبطة بالحركة والعقل والتخمين. وفي آخر حلقتنا نتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. انتظرونا في حلقة جديدة على قناة بيزنس دريم.